قصتنا النهاردة من الجزائر وبتحكي عن أحمد الطالب الجامعي واللي كان مقيم في المدينة الجامعية. أحمد كان عايش في غرفته لوحده في المدينة، وفي يوم كان داخل غرفته بعد ما خلص سهر مع أصحابه، وبعد ما نام واتغطى كويس ببطانيته حس ببرودة شديدة في الغرفة مع إنهم كانوا في الصيف. بعدها حس كأن في حد بيسحب البطانية من عليه ببطء شديد. قام أحمد بسرعة مفزوع من على السرير، ولكنه ملقاش حد في الغرفة. رجع تاني نام واتغطى كويس، لكنه كان نايم خايف ومتوتر، ومن جديد حس بحد بيسحب البطانية لتحت ببطء شديد، وفجأة اتسحبت البطانية بقوة واترمت في زاوية الغرفة. قام بسرعة أحمد مفزوع من على السرير، وفي الضلمة قدر يشوف ست بس ملامحها مش واضحة وواقفة جنب البطانية اللي اترمت. كان شعرها منكوش وعمال يتحرك في كل الاتجاهات. كل ده وأحمد سامع صوت فحيح زي الأفاعي. صرخ أحمد من خوفه وجرى ناحية باب الغرفة، لكنه ما قدرش يفتحه، فقعد يقرأ آيات من القرآن ويبسمل لحد ما قدر يفتح باب الغرفة. وبعدها جرى لحد ما زمايله اتجمعوا حواليه، وكانوا مستغربين من حالته ومن صراخه، وحكى ليهم القصة والست اللي شافها، فقعدوا أصحابه يقرأوا عليه قرآن ويهدوه لحد ما نام في غرفة واحد من أصحابه ومرجعش غرفته تاني. وبعد الحادثة دي أحمد بقى يشوف حاجات غريبة كل يوم، زي انه يشوف طلاسم ورموز غريبة بتظهر قدامه في كل مكان، ولكن الست اللي ظهرت له في الغرفة ما بقتش تظهر له مرة تانية. فقرر انه يروح لواحد شيخ خبير في الحاجات دي، والشيخ قال له ان تمس من جنية عاشقة ماجوسية، والرموز والطلاسم اللي بيشوفها دي رموز لو قدر يفكها هيقدر يوصل لكنز موجود تحت الارض، والجنية عاوزاه يوصل للكنوز دي عشان تقدر تسيطر عليه سيطرة كاملة. ونصحوا الشيخ بقراءة القرآن والمواظبة على الصلاة والأذكار. وبعد التزام أحمد بفترة بالحاجات دي بطل يشوف الطلاسم والرموز الغريبة، وما ظهرتش ليه الجنية مرة تانية.